ميدي نت كل يوم من الاثنين الجمعة من نص النهار المساعتين مع إيمان المداحي لطفي العماري وإبراهيم الوسليت على راديو مات. ميدي مات. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع. نستقبلوا توت سويت لانفيتي دو جور. لانفيتي دو جور. سعيدة جدا باستقبال دكتور منير بالتي النائب عن الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس، الرئيس السابق للنادي الإفريقي. مرحبا سي منير، شكرا على قبول الدعوة. يعيشك بارك الله فيكم، وتحية لكل من يسمع فينا في تونس وخارج تونس، وإن شاء الله تونس لباس. تونس لباس وقت اللي تشوف ولاد الكلوب أفريكان عدوا الويكاند هكاكا منير بالتي. ألور ولاد الكلوب أفريكان من اللي توقفوا الأولاد نتاع النادي الإفريقي، فهمت، تم اعلامي انا وبرشا من المسؤولين القدم اللي نجموا يتحركوا، فتحركنا وانا نجم نعطيك توا ساعه اللي على 208 ايقاف اليوم مازالوا 20 برك في حاله ايقاف. وهنقول لكم علاش ال 20 موجودين في حاله ايقاف، وهذه المعلومه هذه مازالت كخذيتها، لانه تم ليدنتيفيكاسيون تاعهم، فهمت، إذن إيدنتيفيهم العباد اللي تكسرت كرهبها وشكاو بهم، وإحنا توا المرحلة الثانية اللي مش مشيو نطلبوا السماح من العباد اللي تعداوا عليهم، فهمت، وسياراتهم تكسرت أبريتو، زاد مواطن متعدي هو ومرته ولا حاجة من هكا، معناها دوك 20 باش يمثل في حالة تقديم غدة قدام المحكمة، لأنه 12 تعداوا وثمانية مازالوا توا، هما 20 واقفين، 12 تعداوا للمحكمة وثمانية مازالوا، فهمت، وتو نطلبوا الصلح، فهمت، ولا لزم ما ثم حتى أي مشكل. احنا نعرفوا اللي إذا كان ثم تعويضات مادية للعباد، ولو التعويض المعنوي أصعب من التعويض المادي للعباد اللي كسروا لهم سياراتهم وكل شيء، تو كمسؤولين نخدم نقوموا بهم، وكما قمنا بالواجب من أول دقيقة من أول لحظة وتبعنا وليداتنا. ما كنش مسلمين في الكلوب افريكا، ما نسلموش في الكلوب افريكا. علاش وصلت للي وصلت له اليوم منير بالتي اذا كان ما سلمتوش في الكلوب افريكا؟ الكلوب افريكا ضرتها الثوره التونسيه، الثوره اضرت بالنادي الافريقي. اي نعم. كيف هات نفسر لك، شباب اضرتش بجمعيه، هات نفسر لك. عاد النادي الافريقي وقت الثوره التونسيه، انا شخصيا كنت رئيس النادي الافريقي، رئيس مؤقت، ما ديما نقول لهم انا في تونس او رئيس مؤقت قبل منصف المرزوقي، فهمت، ديما هذه نقولها، فهمت، الحقيقة ربي. قالوا لي دجاج انت من الازلام، خرجت عملت جلسة عامة انتخابية، وكانت اول جلسة عامة انتخابية بكشي هذاك، معناها بالشفافية هذاك وهذيك والديمقراطية، عام نهار 25 فبري 2011، معناها شهر ونص بعد الثورة. في الاخر تلقى روحك النادي الافريقي، هاو كيف الثورة ضرتها، شنو الموارد نتاع النادي الافريقي؟ موارد القاره نتاع النادي الافريقي هي جمهورها والاستشعار، فهمت، وكل شيء. وكنت نقول لك اللي معناها قبل ما الثوره، اخر دربي قبل الثوره، اخر دربي قبل الثوره احنا عملناه بجمهور وصورنا فيه تبارك الله 800,000 دينار، 850 مليون ما بين جمهور وما بين سبونسورينغ وتسيتيرا، معناها افهم شنو قيمه جمهور معناها في الملعب، يلقى روحه صوره ست سيتو تافي نورمال. جا جمال العطروس، جمال خويا صغير ودعمته وعاونته وقفت معاه مالجري معناها اللي صارت لي حمله لي انا، مش مشكل. وقت اللي جا جمال العطروس ما لقاش الموارد، معاه دور دار على اليمين على اليسار، معاه ثما ببليك ايفيدامون، اذا كان ما ثماش ببليك معاه ثما سبونسور، وقعدنا بشويه بشويه للي جات فتره جمال العطروس صعبت عليه النادي الافريقي، وجا سليم الرياحي خذا النادي الافريقي في الظروف اللي تعرفوها، فهمت، وبعد امور لامور سياسيه نلقاو احنا امور سياسيه تحديد المسؤوليه مهم موني بالتي، شكون يتحمل المسؤوليه اللي وصلت له كلوب افريكان اليوم؟ لامور سياسيه نقول لك علاش، خاطر سليم الرياحي بدا يخدم، سليم الرياحي راه عمل الباهي وعمل الخايب، فهمت، غلط في حوايج وهو يستعرف، هو بيدو سليم الرياحي يستعرف، يقول لك انا سيبري لو انا نعاود نرأس النادي الافريقي ولا نعاود نسير نرجع لك الوقت هذاك ما نتصرفش بنفس الطريقه، لانه وقت اللي جاب فلوسه ثم عباد دارت به وثم عباد معناها صار استغلته، بياسور صار تماش، غلطته بياسور صار تماش في سليم الرياحي، الفلوس اللي كانت ماشيه للكلوب مشات لمكاتبهم، ثم 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 من هذا ثم بصراحه ثم. انا راني ما نحبش هذه الفساد وكلمه عسلامه الفاسده او عسلامه سي الفاسده، على خاطر يظل تو في تونس شنو اللي وقت اللي تقوم في الصباح تعرض واحد تقول له صباح الخير سي الفاسد، صباح الخير للفاسده، على خاطر هذه اللغه نتاع الشعبويه ما نحبهاش. تبقى صاروا حوايج، فهمت، صاروا حوايج كيما هكا في النادي الافريقي، وانا نقول لك اللي هالشيء هذايا الكل هو اللي ثقل
فهمت مشاكل النادي الافريقي. وانا كنت نتمنى حاجه، كنت نتمنى في عدله نهزوا 4 أو 5 تيتلوات، سليم الرياحي راه حطهم في البنيه التحتيه نتاع النادي الافريقي اللي اليوم تعاني كيما كل البنيات التحتيه في الجمهوريه التونسيه كامله. سليم الرياحي كان يحطهم في سنتر دو فورماسيون ايتترا ايتترا بون بوتيتر كو سي على غالب دونك حسيم الرياحي كان عنده موفيز جيستيون. هذاك مش موفيز جيستيون يا بنتي، رايش نفسر لكم حاجه، راهو تسيير جمعيه رياضيه راهي ماهيش كيما تسيير وزاره ولا تسيير شركات. اصعب بيسور، اصعب برشا، بيسور اصعب برشا. تعرف انت تعرف هاي اليوم هاي ناخذ المشهد في المجلس، انا كنا ما نتفاهموش نتعاركوا فهمت. انا باش نرجعوا للسياسه، انا خاطيني العارك كل شيء نلمهم واحد واحد. وقتي حبيت نلمهم وقلنا نعملوا كتله وكنا باش نقابلوا سي الفخفاخ، وبعد احقرنا سي الفخفاخ وما قابلناش فهمني كل شيء. كنا لمينه نواب نتاع النادي الافريقي. شباني احكي لي هذه، خاطر وقتها قلت لي زيد وقتها خرج العنوان منير بلتي يسعى لتكوين كتله برلمانيه للنادي الافريقي. قلت لي منير بلتي انا عندي مشكلة، ولو صادقي عندي مشكلة في العربية الفصحى، أنا قلت تكوين كتلة، خرج وقتنا بالحاجة قال مش كتلة، قلت عندك الحق راه مش كتلة، اللي تفهمنا عليه نواب قعدنا مع بعضنا فهمني وكل شيء، قلنا أيا برا نمشيو مجموعة نظام مجموعة وناخذوا نايب من كل حزب فهمت الكل معناها ثم صندوق. حبيتوا تعملوا؟ وإحنا حبينا نحكيوا على وقتها وضعية النادي الإفريقي اللي كانت صعيبة هكا وقتها فهمني وكل شيء، وحبينا نطلبوا ثم بعض المطالب اللي حبينا نطلبوهم منهم. تتفكر وقت اللي أنسبت ماما خرج معناها تدعيم الجمعيات تبع تدعيم لي بي ام وقتها بار دي كريدي فهمني وكل شيء على 7 سنين. قلت انا الكلوب افريكان سي اون بي ام فهمت، سي الكلوب افريكان تضرت يا بنتي، يحسبوها كيما جرح الثوره النادي الافريقي فهمت، بالحق جرح الثوره فهمت، احسبها كيما جرح الثوره واعطيها اللي تنجم، مش هي تنجم تعاود تخلص هالديون هذيا اللي مش تقعد. اذا كان راهو الديون هذيا ما تخلصش النادي الافريقي ماهيش مش تسلك منها فهمت. اليوم يزلنا عندنا طريقه باش نلقاو كيفاش نحكي. يا اخي شبيكم ما عملتوا شيء وقتها كنواب تاع الكلوب افريكان تحت قلت على خاطر ما قبلناش السيد رئيس الحكومه، كان عنده ما يعمل وقتها. يوريك الرئيس فاضي قابلكم ليس فخفيخ؟ نعم فاضي قابلكم ليس فخفيخ؟ انا نقول لكم بصراحه انا كومون سا سي باسي. انا كلمت علي الحفصي، قلت علي الحفصي وجه رياضي فهمت، وخويا علي فهمني وكل شيء، وديما يقول يحب الكلوب، هو يحب جمعيات الكل علي فهمت من الدور ويدور صاحبي وكرهي الجامعة السابق دونك من الجامعة صاحبي هم يحب تجاري التوزع الكل يحب تجاري الكل حتى الدحيل القطري فهمت ويسالش المشكل فهمت. قلت له يعني قال لي ما ثم حتى مشكل مش يكرون منير، قال لي علي قلت له يعني قال لي ما ثم حتى مشكل مش يقبلكم سيد رئيس الحكومة. يا ولدي غدوة يا ولدي بعد غدوة تيو عنده مشاكل حتى اللي روح رئيس الحكومة ورئيس الحكومة وما خلاص. علاش وقفت المبادرة غادي منير بلتي؟ لا عاودت نحكي مع سلمى الشيشي تو فهمت، ونستفدت الظروف نتاعو فهمت زاد كيفاش فهمت. عاودت حكيت مع سلمى الشيشي عن النادي الافريقي وقابلت سيد وزير الرياضة وحكينا مطولا على امور النادي الافريقي ولا الحلول اللي نجموا نلقاوها. علاش ديونها الكلوب افريكانو؟ شنو الحلول المقترحه؟ اليوم النادي الافريقي مش تخرج منها يلزم 32 مليون دينار. 32 مليار؟ 32 مليار اي نعم. يلا 32 مليار نجم نقول لك وشنو هي 32 مليار الجمعيه عمرها 100 سنه. صحيح صحيح يا اخي تو سامحوني يا اخي الحركه الوطنيه ما سمحتش فيها النادي الافريقي. اخي النادي الافريقي عام 1971 نعاود نقولها فينال دو لاكوب دي ميديترانيان دي نير 7 ملاعبيه من النادي الافريقي يلعبوا على التيران ضد تركيا فهمت. معناها النادي الافريقي عطات على توقع، النادي الافريقي عطات على الغربي الله يرحمه فيها الشايبي، عطات على الشايبي، عطات في الكره اليد، عطات في الكره يا ولدي النادي الافريقي عطات لتونس. اخي انت تو كيف تشهر تونس باش تي مو الرياضه سي تان مويان، معناها سي تان مويان دو فير دو لا بوبليسيتي. فما عركه بيناتكم كروسا سابقين للنادي مونير بلتي الحقيقه؟ ما ثماش عركه بيناتنا، ثم بعض الدخيلي دخلي حبوا يدخلوا فهمت، وحبوا يعملوا مبادره وهو رئيس الحكومه السابق سي يوسف الشاهد. سي يوسف الشاهد فهمت، وتم اقصاء بعض الرؤساء السابقين وعلى ذلك راهي المبادره ما تعدتش. مبادره بدا يوسف الشاهد، مبادره حب يعملها يوسف الشاهد. انا جاوبته يوسف الشاهد قلت يا خويا ما ثم حتى اي مشكل، انا اللي يحب اليوم يدخل يسير النادي الافريقي ثم حتى اي مشكل، باب محلول لكل واحد، اما يلزم يكون ابن النادي يزينا من الغلطات اللي فاتت، يزيكم الدخل يزينا من الغلطات اللي فاتت، يزينا ونحك راسك كان يجيك ياكلوا بفريقيا باش نركب عليك لانك اكبر حزب في البلاد، النادي الافريقي اكبر حزب في البلاد داكوردو. بن علي كان يخاف من النادي الافريقي ومن تحركات النادي الافريقي ومن تحرك شعب النادي الافريقي.
علاش عندنا كصوره من البلطي وكانه الجمهور ما تخليش على الجمعيه وانتم كروسي سبكين تخليتوا عليها لمصالح ضيقه الكل يحب يساعد. انا يا مدام تنجم تقرا وتنجم تتبع، خرجت بديجاج وما تخليش عليها لليوم وللبارح وهل توا بحذاك مازلت تصرف على الكلوب؟ مازلت اي صحيح. وقتاش اخر مره صرفت عليها؟ اخر مره الجمعه اللي فاتت. قداش صبي؟ لا ما نقولكش. لي قلت لي عاد الرقم في الكاميرا دوك لازم نعرف على خاطر انا الحقيقه ربي اليوم قاعد ندعم في فرع كره اليد لاني ريت اللي في فرع كره اليد. شوف جيت نغزل نرقى الكلمه في كان عندها مئويه نتاعها، هالمئويه نتاعها هذيا باش مش تخرج وما نخرجوا بتيت ولا اثنين، نلقى السيد اللي يحب اللي شد فرع كره اليد ولد انفونسور. انا ما تبعته نعاون فيه ندعم فيه وباللي نجم ومش نزيد ندعمه، فهمت؟ ولازم انا على خاطر نتسمى الاب الروحي نتاع كره اليد اللي ما يحكيوها جماعة، دونك ندعم في كره اليد. جاء مثلا ريت معناها مع بعض الانيشيتيف اللي قام مبادرات اللي قام بهم سي محسن طرابلسي، دكتور محسن طرابلسي زميلي خويا، قام بالاليونس كلوبيست وكل شيء. جاء جو ني با ايزيتي اتر اجوردي لو بروميي معناها دوناتور نتاع الاليونس هذا اللي نجم فهمت. اما منير بلتي ما نجمش راهو يضوي على كل شيء. منير بلتي ماهوش غني بالطريقه اللي نجم. فت برشا 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 وقت الفاصل بيسيرش كان حاضر الفاصل الاشهري حاضر، تفضلوا سامحونا فاصلوا راجعين. بيسيرش كان ما جاوش فرونسي بون بلان انجلي جود ديل بالدرجه. هاول فرصت ولا لوح، فرصة لا تعاج يا مدام سعاد، اعمل افار وما تروح كان فرحان، فرصة نار نار نار. على خاطر كلامنا وحده ولغتنا بنتها ما كيفاش، اليوم تنجم تختار الدرج على ماي اورانج، ما لفاش تستنى، تيليشارجي لابليكاسيون باش تسهلها عليك وما تفلت حتى فرصة، على خاطر بالدرجة حاجة أخرى. معاك في اللي تحبه. اورانج. ميديمات. اهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع وصين حوارنا مع ضيفنا اليوم النائب عن الكتله البرلمانيه لحزب قلب تونس ورئيس السابق للنادي الافريقي الدكتور منير البلطي. لطفي انت كلوبيست واكثر من مره اللي جيتو نتاعك بديتها على الافريقي. انا جيني وضعيه النادي الافريقي كي وضعيه تونس، انا في العشر سنين هذوما اللي صار في البلاد صار في النادي الافريقي، وكأنه معناها من أقدار الجمعية هذه أنه مش بلاش أنه لونها أحمر وأبيض لون الدرابو، وكأنه مصيرها ديما مرتبط بمصير تونس. كيما تونس ملقات شرجال في العشر سنين، الكلوب أفريكان زادة ملقات شرجال هكا بارك الله فيك. وكيما تونس إذا تقدم واحد راه من بعد يطلع جاي معناها على بايو في الصدر، النادي الإفريقي كيف كيف، يعني مشاكل النادي الإفريقي جاية من أولاد النادي الإفريقي وللاسف. وذاك علاش اللي صار في الكلوب عمره ما صار في العالم. وقت نحكوا على كلات خات اللي تعاملوا كيفاش من بعد، وحكيت انا وقتها مع مجموعه من الناس اللي قراب من النادي الافريقي، وقتها انا كان اقتراحي انه الشيء اللي صار يتكتب في رساله ويبعث الرئيس الفيفا ويقولوا له رئيس الفيفا هاو جمهور نتاع الكوره في بلاد تعيش في مسار انتقال ديمقراطي العالم كامل واقف معاها، النادي الافريقي ضحيه من ضحايا المسار الديمقراطي المتعثر، والفريق الوحيد اللي مشى في انتخابات وامن بالمسار هذايا. واذا اليوم انت كفيفة مهمتك تدافع على الجمعيات مش تعمل على انك تضرب جمعيه كيما النادي الافريقي وتقريبا تحب تفسخها من الخريطه ومن الجغرافي، هذه جريمه ترتكب في حق الكوره، وانت انستانس انترناسيونال المبدا نتاعك تخلقت باش تدافع على الجمعيات. صحيح فما ديريتيش دافع على الملاعبيه، لكن شنو الملاعبيه بلا جمعيه وشنو الجمعيه بلاش ملاعبيه؟ هالشيء الكبير اللي عمله جوه النادي الافريقي ما تباعش مليح، تيلي كانت ربما الفيفا تاخذ بعين الاعتبار الوضعيه الخاصه تاع الجمعيه اللي تناضل باش تعمل الكوره وباش في نفس الوقت تطبق الديمقراطيه في داخلها. هذا ما صارش. كان تمت رسالة تحسيسه استدعاء تونس هيجا شوف هل تسمع أنت رئيس فيفا أنه جمعية عمرها 100 سنة اليوم هدى بالاندثار على خط 23 الرؤساء والمسؤولين تاعه في التفاتف الصغيرة هاو شنو هاو انت دابا وخلصنا ما خلصناش ما كانتش ثمة انتات بونسانت تخمم بالكبير
خلي رئيس الجمعية والمسؤولين يحكيوا في التفاتر الصغار هذوما وناس أخرى تخمم بالكبير وتتوجه لزانستانس هذوما إيجي أخويا اللعقل أنه في بلاد صفق لها العالم الكل وعمل الديمقراطية جمعية صدقت ومشات في الديمقراطية هاي دقتها الديمقراطية وشوفنا جمعية أخرى ما فيهاش ديمقراطية وامورها لاباس. هل ذنب النادي الإفريقي اليوم أنه آمر بالمسار الديمقراطي وتخل في معناه تداول سلمي على القيادة تعثرت خويا كيما لا فهمي جي تعاون فيك وهيئة المان علاش يعاونوا فيك لأنهم ممنين أن المسار الديمقراطي على الدولة عنده كلفته الاقتصادية وبالتالي نقف معاك. نفس الشيء صار في النادي الإفريقي تدويل القضية الانستانس نتاعك اللي هي الفيفا ومسيو انفونتينو إيجا خويا أنا سي جو سوي دون لا مير فينانسيرمون باسكو جي كريو بروسيسوس معناها ديمقراطيك وحبيت تكون جمعية انتخاباتها ديمقراطية وأنت نعرفوك كانستانس تحرص على الديمقراطية وشوفنا رؤساء الجامعات بندية في بلدانهم خاصة في الدكتاتوريات لأن الجامعة الفيفا هي اللي تحميهم. دونك الخطاب هذا خليني نقول الراقي الكبير موصلش ما تبعتش اللطخات الحلوة اللي تحدثت عليها الصحافة العالمية وتعادات من بعد إن أبرتيو لم يقع الاستثمار فيها. أما باش نجي أنا نحكي هم لاعبي وخلص شوف لاعب كذا في كل بصراحة أحكيوا فيها اللي ديري جوانا ما ندخلش فيها برايم انتظار أنه يتم تسويق ما قامت به جماهير النادي الإفريقي بالخارج. احنا عجزنا على تسويق جائزة نوبل للسلام وما درات فما بالك انه باش نسوقوا ما قام به جماهير النادي الافريقي ولا تخاتم تاعها. الافريقي تو الازمه نتاعو ماشيه وتتعمق الازمه هذه والازمه هي ماليه بالاساس و مش ماليه بطبيعه الحال اذا كان ازمه ماليه فما زاد المبازغ لا مش فقط ماليه شفنا التداول انت منذ حين وقت اللي كنا في الاوف سيمونير دونك وجبدنا دوكا عندك الترجي وعندك النادي الافريقي. الترجي رغم اللي هما الصنوان وزوز مع بعضهم 2019-2020 عفوا 19-119 و19-120 يعني زوز أعرق جمعيات في تونس مش فقط في العاصمة. هذا شفنا كيفاش الحوكمة اللي صايرة على مستوى الترجي الرياضي التونسي وكيفاش إلى حد الآن الترجي ما تهتزش حتى تجيه أزمة صغيرة يعرف كيفاش يتجاوزها بسرعة بينما النادي الإفريقي الأزمة نتاعه ماشية وتتعمق رغم اللي هو عنده أكبر جمهور أحبابنا مكرهنا. علاش يسمى شعب النادي الإفريقي؟ لأنه أكبر جمهور وأوسع جمهور والجمهور هذاك التو مسكين فما اللي يحب الإفريقي من الولد دونك عنده يقعد يستنى قديش يقعد يستنى باش النادي الإفريقي يدخل له فرحة. الإفريقي نتاع عام 1991 اللي جابك الرباعي الكبير هذيك نتاع القرن وينه هذا ما عادش موجود. إذا لهنا وعنده رؤساء ورؤساء فيهم من الحكمة فيهم من الرسانة وعندهم زيادة إمكانيات ها قدامنا حاضر. هالرؤساء دونا كان من المفروض يعملوا لجنة متاع حكماء وهم اللي يتدخلوا لفض المشكلة على الأقل أو للمساهمة في فض الأزمة هذه اللي يعاني منها نادي الإفريقي يا سيمونية. أزمة الإفريقي اليوم في عبد السلام اليونسي؟ لا 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 أصلا مش نرجع لسيلة يا سيلة نجم نقول لك حاجة ريت أنت تحكي عليها. اللطخة اللطخة الانيسياتور هو العبد ولا لا فهمت؟ واكثر واحد عطاه في اللطخه هو انا ميسا سي جوست اون بيتيت بارونتيز باش نقول لك اللي معناها وتنجم ترجع ترى الحسابات وترى اما سي جوست اون بارونتيز باش نقول لك اللي ثم عباد حابه تعمل بوادر فهمت. تقول لي الفيفا نقول لك الفيفا يا سيدي على علم 100% بموضوع النادي الافريقي ونقول لك انا تو مازال كيجيني ميساج نتاع عبد من حبان النادي الافريقي فهمت الكبار وموجود في الكوميتي نتاع الوعد اللي مازال كيف بعث محامي اليوم فهمت افيك في جنيف ما كان سالي جنيف بعث محامي للاولاد الموقفين لا 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 للفيفا للفيفا فهمت به. اما الفيفا ايش اقول لك حاجه فيها ده صور دراما ما يجدها النادي الافريقي لا حتى شيء ونقولها لك على خاطر حتى وقت اللي خدينا معناها سيرتان مومون بور دير كوني اون سوسيتي اون ديفيكولتي سي دي فهمني وكل شيء الفيفا ما تعطيش به. انا نحب نرجع لحاجه كي تريز امبورطونت راهو صدقوني المشكل الكبير هو تدخل السياسيين في النادي الافريقي لانهم الرؤساء نتاع النادي الافريقي اللي سبقوا والكوميتي دي ساج اللي كان موجود كوميتي دي ساج انا حضرت وانا صغير معناه صغير معناه ريلاتيفمون اللي كان وقتها سي فؤاد مبزع سي جليل المهيري سي اسمه الله يرحمه سي محمود المستيري اتسيتر سي عزوز لاسرم كانوا هما البريزيدي للكوميتي دي ساج. تعرف شنو العباد الكل تركح اي ليش حكمي العباد الكل تسمع العباد الكل تتواجه هذايا الشيء هذايا ما عادش نجمو نعملو على خاطر صارت هما جايه كبيره برشا ما عادش تاثير الجماهير لانه زاد الجمهور كان يزمو يتاثر وليداتنا سي دي جون يلزمنا نفسروا لهم اللي وقت نعملوا حاجه نعملوها سلميه اللي نجمو نعملوا اشياء اخرى. تبقى اليوم انا نقول لك المشكله هو نزل العداء اليوم يا سيدي الدوله على غالب فهمت الدوا اتر بارتي برونونت في 32 مليار مش تفرح 3
ثلاثه ملايين توانسه، ثلاثه ملايين توانسه. هاي سيدي انا نحكيو، احنا نحب نحكيو على الفاكسان، تحب نحكيو على غلاء المعيشه وكل شيء. قلت لهم كل اللي دات هذوك من الظهر، يقول لك ما على باليش بالفاكسان، ريتو انتم كيفاش صاروا هاك لكن معناها الاحتفالات بالمئويه ما يهمهمش. اليوم عندهم حب كبير للنادي الافريقي، حب معناها ما عنده حتى 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 ليميت معناها. هذاك هو معناها ونعاودوا نرجعوا نعاودوا نرجعوا النادي الافريقي يحكي عليه كي تونس لان فريق الشعب. سامحوني ما تسميتش فريق الشعب هكاك، فهمت راي فريق الشعب. فاليوم هذوما راهو ساهل برشا. اليوم عندك بارك نتاع الكلوب افريكان في 11 نكتار، عندك فكره قداش قيمته؟ فهمت 600 700 مليار، فهمت يا سيدي؟ شنو نلقاو حل؟ وتابع البلديه هو اي البلديه اخي، مش يجي نهار يجي نهار رئيس بلديه حتى بعد 100 سنه ينجم يخرج الكلوب افريكان من غادي؟ والله مستحيل. أو البرك تاع الترجي نفس الشيء، ولا الترجي كيف كيف عندكم الحق ولا التحوز ولا ولا تحوز. لا 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 هو من مكري كاريا، فهمت با واستاد واستاد تونيزي ونحكي انا شويه نعمل شويه سياسه زي ما طاقتي النيابيه المرسى واستاد تونيزيا وانتم الاثنين فهمت بون مي سي اونيكمون بور فو دير اللي هذاك معناها سي تون ريشيس كبيره برشا. والله العظيم القطعه الارض هذيا ما عندها ما تعمل بها الدوله وما يش باش تاخذها. ايش نتفاهموا اين ايش نعملوا يا سيدي؟ انا جو سوي بور كيلي ان كونترولور دو ليتا dans un conseil d'administration تاع الكلوب افريكان، dans un comité directeur du club africain. مش هكاك رئيس الجمعيه ما يجيش يثبت القانون تاع الجمعيه الرياضيه. يا ولدي احكينا رئيس البلديه تفوتها، لان رئيس البلديه ترمي لك الكره املاك الدوله لملك الدوله. ها عندي انا نائب كان وزير املاك الدوله جاي نهار يحكي مع الكلوب افريكان. لا لا مش هادي مكتب كلوبيست، نائب كلوبيست اسمه كان وزير اي كرشيد. ها مبروك كرشيد، مبروك كرشيد، مبروك كرشيد، مبروك. قال لي كلوبيست، قال له انت مبروك مادام كلوبيست بك ما عطيتنيش. حاتم العشي قبله حاتم. مش كلوبيست حاتم ولد فيراج، راه ولد فيراج ونحترم. اي ولد فيراج ما يخفوش مع الكلوب، ولد فيراج مش ما يخفوش، ما تلقاوش الحلول. اليوم جو بونس كو سا بو. انا ما انا شوف انا نحب مش النادي الافريقي هكا هو، انا والله الجمعيات الكل الجمعيات الكل سي فريك ندافع على النادي الافريقي فهمت، ولكن جمعيات كل اترافير لا ريبوبليك. ياك حسب حاكم انت اليوم، قبلتي انت اليوم حسب حاكم. حاكم انت اليوم تشوف بارتي من حاكم رئيس الحزب مش الحبس كي زين بالهدر على شختي. شنو تحب تو انت خرجتني من الكره دوري هي دوري السياسه؟ انا راني رئيس الحزب. انت اليوم ريتو من التدوينات، ريتو لي كونديسيون دو ديتونسيون تاع نبيل قرار. شنو الحكايه نتاع التدوينه نتاع امل ورتتاني وسيد فرجاني؟ بالحق على خاطر السيد في ظروف معناها بصراحه فهمت. انا نقول هل الحقد الكبير لازم يتنحى من قلوب التوانسه. يا سيدي نبيل القربي عنده قضية، خليه حتى تكمل القضية نتاعو. معناها شنو الظروف؟ الظروف ايقاف نبيل القروي مش باهية اليوم في الحبس؟ لا لا لا، اليوم ظروفه في الحبس مش باهية. اش معناها؟ مش باهية. شو معناها مش باهية؟ بلاش خطا برد. هذوما زوج موجودين. هذوما زوج موجودين، بصراحة نقول لكم بصراحة. فهمت؟ هذوما زوج موجودين، داير ثم وفد من البرلمان يحب توا طالب معناها بطاقة زيارة. إن شاء الله يمشيو يزوروه، إن شاء الله يا خويا. هل اللي دخلوه للحبس؟ شكون اللي دخلنا بالقانون الحبس؟ لا سي نورمال، هي شنو ما يشيه ولا لا؟ من اي واتش ولا لا؟ هي خويا برا شوفوا ما دول لكم الواحد ما اي واتش. قالت انا جاني تليفون، جاني تليفون. ايش بيك ما تقولوش شكون جاك التليفون؟ اه ما يسالش نبيل الحبس في الحبس في الحبس وما تقولش شكون اللي يكلمك. مش يقول لك طلعتيني الدوسي خلي نزيد رجل الامور. شكون اللي غرق؟ ما نعرفش عليه، ما نعرفش نبيل القرن معناه في طار لعبة سياسية في الحبس. من نفصل لك حاجة، أنا نفصل لك حاجة بصراحة والله نكون صريح معاك على أقل واحد. أنا نبيل القروي كيف دخل الحبس جاء زميلنا سعيد النومي قال يا خويا إجا نوريكم التقرير. فهمت؟ تراه التقرير، تفضلوا أقراوها، تفضلوا ألي ليكسبرتيزي اللي يحب اليوم يشوف نسخة من الملف واحد وكل شيء. سي فري كي ليها بوكو دو شوز كي سون انكومبريز. هل تعتبر نبيل القروي سجين سياسي ام لا؟ سجين سياسي ما غير ما تقول لي تعتبر. انا جن مش فاهمو. انا بالنسبه لي انا نبيل القروي اليوم سجين سياسي وتو نشوف لانه هو رجل سياسي. لا لانه الحقيقه ربي معناها تسامحوني تي بجاه ربي تي شنو نقول لكم هوني بير
قول ياك تراو انتم بعينيكم تراو كيفاش توقف علاش توقفوا والتايمين قولوا واحد بون سي جنسياسي سي جنسياسي سي توتافي نورمال. الكتله اليوم مازالت متماسكه انا والله اكثر من تتصور انت. تحب نقول لك حاجه، الكتله لعب الكل تحب تبربش. شكون لعب؟ لعب الكل طمع فيها ريت قالها هو المره اللي فاتت قال التركه. انت قلتها تركه ولا اللي بحذاك وقتها قال تركه بتاع نادي الافريقي في الاميسيون هذيك فهمني كل شيء مش نادي الافريقي تركه نادي الافريقي زاد كبير تركه يعني. بره تركه قلب تونس تركه سي نورمال اللي ثم عباد مثلا تحب تقرب فهمني كل شيء وسيرتو احنا ماك تعرف قلب تونس عاملين فيزيون مع اربع نواب مستقلين وهب انا اليوم من نجم الساعه كان الرحم اكبر رحمه وان شاء الله يا رب مثواها الجنه مبروك الخشناوي اللي يخوه العباد الكل. قلكم حاجه انا مشيت لتفينا بتاع مبروك في سبيتله ما ثم كان نادي افريقيا تنجم تخرج الشعب كيما انا كان شعبيت مبروك. والله صدقوني ما ثم كان نادي افريقي تنجم تخرج الشعب كيما انا كان وما ثمش عباد مش قاعده تبكي وما ثمش عباد مش قاعده بالحق بالحق معناها شويه كبيره لسبيتله والقصرين فهمت. انا نروح احنا سيد الرئيس كيف واحد كيف واحد يتخبص سيد رئيس الجمهوريه عيط له القصر يطلع لي ما عزكمش رئيس الجمهوريه انا حتى لليوم ما نعرفش يمكن رئيس الجمهوريه ما في بالوش به اللي توفى غايبتكم اليوم انه رئيس الجمهوريه ما انا نقول لك حاجه انا بالنسبه لي انا رئيس الجمهوريه كيما رئيس النادي الافريقي رئيس الكلوبيستيه الكل اللي يرقص حاجه هو رئيس التوانسه الكل تختانه يا سيدي انا صوت لك وما صوت لكش وانا معاك وانا مش معاك تختانه رئيس التوانسه الكل رئيس التوانسه الكل هالاقصاء هذه لغه الاقصاء فهمت معناها مانيش معاها بتاتا انا كمنير البلطي وككتله قلب تونس ونحكي لكم حاجه كتله قلب تونس كلات العصا اكثر من لازم من عند شنو من عند انا فاسدين انا بينا انا كل واحد يجي يقول لك حاجه كل واحد حلو فيش وشوفوا فاسدين ولا مش فاسدين وتعدى اللي بعده وتعدى اللي بعده وكان جي فرق سنة نلقى فيزين في قاية أخرى. سيبا نورمال. سيبا نورمال. حزب الفساد. علاش قلت لكم مش نوليو احنا في تونس صباح الخير الفاسدة. صباح الخير سي الفاسد. منير. بعد ما تخلى سي نبيل القروي للسجن وربي يفرج عليه. واعتبر السيد رئيس انه هذاك التاريخ فاصل. 24 ديسمبر. زوز تواريخ 17 ديسمبر و24 ديسمبر يعني. حتى 14 جانفي ما عادش عنده قيمة أمام دخول نبيل القروي للسجن. اليوم نحكيه على حوار وطني قود فيه الاتحاد، هل تم الاتصال بكم لتكونوا طرفا في هذا الحوار أم لا؟ الاتصالات الوحيدة أنا ما كنتش معهم فهمت اللي صارت مع سيد مع سيد طبوبي هو أمين العام للاتحاد. أي اتصل بكم قلب تونس قال لكم راه باش تكونوا مشاركين في الحوار يحكي مع قلب تونس فهمني وكل شيء ومشكور ويحب اللي قلب تونس يشارك في الحوار. الاتحاد يحب قلب تونس يشارك في الحوار. معناها الرئيس ما عندوش اعتراض على وجهه. ما نعرفش عاد انا الرئيس فهمت قلت لي الرئيس كل جمعه يعطي دات. لا نفهم انا الاتحاد يا خويا نقول لك حاجه مرتين مع شكون حكايه مع رئيس الكتله؟ مع رئيس الكتله مع سميرة الشواشي وفهمت مع جماعه وقت اللي قبلهم فهمت يقول لك اي هو كان بروبليم يلزم قلب تونس يكون موجود في الحوار فهمت. سي طبوبي ذكي برشا يعرف اللي ما الاقصى ما يصيرش فهمت. واحنا شنو يا اخي القاوي دينا في مكاتبهم سامحني ولقاونا نعملوا في البركاجات ولقاونا نعديو في الكونترا شنو كتله فاسده شنو كتله فاسده شنو حزب فاسد وشنو خرجنا فاسدين انا نهار والله تحب نحكي لك حاجه انا كنت في لجنه القانون النظام الداخلي والحصانة وكل شيء. اول اجتماع حضرت اجتماع برك وبعد فصلتها مش نقول لكم بالرسمي علاش خاطر اول اجتماع الجماعه مش تحكي على الحسنه والحسنه والحسنه درت وقتها كان سي الشواشي وهاو كانوا يسمع فيا وكل شيء موجود على الخيمين اي غازي فهمت. قلت لهم ربي تونس ولات قريه والعالم الكل قريه كيف واحد ينزل وعنده مثلا انت يا سي الشواشي رجل اعمال وعنده معاه كفريات يقول هذا اي زعما نخدم معاه نستثمر معاه لا هذا هو طلع من حزب الواحد وحشاه سي شواشي حشاه 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 وقلت هاد فهمت هاو السيد هذا طلع من حزب فاسد كيفاش انا مش نعمل معاه كذا 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 يا بنتي عملوا لنا فيشه قوية برشا فهمت تي ثم نواب عمرهم 24 سنه وقتاش قال الوقت باش يفسدوا يا تي بجاه ربي تي اصغر نايب في المجلس ولدنا تي عندنا نواب صغار تي عندنا نواب صغار قاعدين تاثر عليهم قاعدين تيزيب لا هدرة تيسايب صالح علاش تلعب صحيح علاش مستهدف قلب تونس اليوم مستهدف على خاطر نبيل القروي رشح روحه للانتخابات الرئاسيه
نبي القروي سامحني قبل ما يدخل الحبس نبي القروي ونحكيه على السونداج وتوا على خاطر سيلو دادات وطول ما يا اخي نبي القروي ما كانش يتعدى من البريمير تور في السونداج داكور تدخل الحبس نبي القروي كاو سيتو يفو اكسبتي لا ريغل فهمت اليوم سي با نورمال كو سا كونتينيو كوم سا يا هاو الحوار الوطني خويا هاو فقعان الدماله هاي شنو نحكيو هاي شنو نفرشوا بالكارته بالكارته فهمت اما هذه مش تقول لي هكا وهكا 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 يعني انا فوتر يا سي منير يا سي منير برا نحكي احنا جبدنا دخلنا في السياسه دخلنا في السياسه باه تو فما رئيس الحكومه يستعد باش يعمل باجراء تحوير وزاري واحنا يبدو عنا معلومه نحب تاكد هنا ولا تنفيها انه يبدو لي وان فما قرار اتخذ قبل ايداع بطاقه عفوا يعني اصدار بطاقه ايداع بالسجن ضد رئيس الحزب انه اذا تم ايداع هذه البطاقه الخروج من التحالف الموجود الحالي يعني من الوساده وقرينا الصباح تدوينه السي عياض اللومي ينتقد فيها الطريقه اللي باش يتم بها التحوير هذا الوزاري شنو موقفكم انتم شوف يا ترى ماشيين في تحوير خاطر تو فما حديث حتى العشرة وزارات راه والا فقط لسد الشغور شوف ايش نفسر لك حاجه انا اللي نعرف اللي ثم اون ديليغاسيون باربعه من الناس مش تقابل سيد رئيس الحكومه في التشاورات اليوم العشيه دونك ما نجمش نقول لك الثمه واش ما ثماش لما يتقابلوا العشيه مع بعضهم مع سيد رئيس الحكومه وهما سي عياض اللومي لسميره شواشي سي اسامه الخليفي اي مدام لميا فوراتي فهمت هذوما مش يتقابلوا مع سيد رئيس الحكومه مش يحكيوا مع سيد رئيس الحكومه على تونو لي زابوتيسون وانا رئيس الحكومه اليوم نشكره خاطر البارح الفرق نتاع خونا مبروك سيد رئيس الحكومه كان موجود وما قام بالواجب رئيس الحكومة كيما نشكر رشل الغنوشي بصراحة فهمت السيد أنا دهشني الرافيه من أول دقيقة في سبيتلة للي أبن السيد وروح معناها هذم أشياء يا ولدي سنية ننسى تونسي لتونسي يا ولدي تونسي لتونسي رحمة يا عباد إيش أقول لكم حاجة ريتم أنتم الكلنا اللطف علينا ما يراو ستة سيت ان ميكرو بارتيكول قاعد يحوس في الواحد اللطفه لينا يضربنا هذا يضرب هذايا انا قبل ما ندخل لكم ولينا نحلوا فيسبوك نلقى والله اكبر الله اكبر الله اكبر العباد ورا بعضها قبيله كان نسمع فيكم انتم انا كنت قاعد نسمع فيكم تحكيوا ال 5000 اللي ماتوا ليه ال 5000 اللي ماتوا من حمى المسؤوليه نتاع تعاد على خاطر الاطباء نتاعنا قاموا بالواجب وفوق الواجب في المستشفيات عباد قاعد مضحيه الدوله ما قاومش في الواجب عباد قاعد مضحيه برواحها انا شو نقول نقول يا اون موفيز استراتيجي من الحكومه اللي فاتت فهمت الحكومه هذه كيف جات البوفي با ريكوبيري لو تريك على خاطر نحكيو حاجه انا يا ولدي اليوم قبل كل شيء وقبل ما نحكي على خبزه التوانسه وقبل ما نحكي على كل شيء نحب سلامتهم الصحيه سلامتهم الصحيه راي هي سلامه اقتصاديه لانه كان انا اليوم يجيني لو فاكسان يجيني لو فاكسان راه مش يحل برشا واحد دابور مش ينقصوا عدد الموتى الكونتامينيشن شتو مش تقف لا كونتامينيشن وما زلت نعطيك اكثر من هكا شنو مي بروبوزيسيون موسي ماني طبيب انا زيد ما نجم نحكي طبيب فاسد من حاشاك برتي معناها بروفودير معناها تي قالت ما قلنا كلمه فاسد على سلامه سي الفاسد سلامه الفاسد هذه هي تو اسم والفاسدين بالحق ينعمون في جنات الدنيا وقت نحكي مع خويا نقول لك اليوم لا كومبان دو فاكسيناسيون سي اون شوز كي تري امبورطون دوبلومون اول حاجه حتى مش تعاود تنعش الاقتصاد يا خويا ايش نفسلك حاجه نغزروا في اوروبا ونغزروا في البلدان هذوكم اللي ما سافروش واللي بداو يفاكسينيو مش حضروا روحهم مش حضروا روحهم عباد مخنوقه ما سافرتش لمت ديزيكونومي مش يخرجوا يسافروا سامحني انا هو السائح اللي مش يجيك في جوان اذا كان انت تي نابا في تا كومبان دو فاكسيناسيون اذا كان لو بي ني با سيف سانيتيرمون مصر قاعده تعمل المغرب هاربه بينا الحكومات المغرب هاربه بينا انا اليوم نقول له يا سيد رئيس الجمهوريه يرحم والديك بجاه ربي اختنا من 24 و17 ديسمبر وكل شيء راك رئيس التوانسه الكل راك انت هو مسؤوليتك سيد الرئيس مسؤوليتك احنا حياتنا مسؤوليتك راك انت اول سلطه في البلاد رانا كنا توانسه ولادك يا سيد الرئيس يا سيد الرئيس قم باتصالاتك هز التليفون كلم على اليمين كلم على اليسار خذ الطياره كان لزم جيب 100000 فاكسين منا 5000 منا 10000 منا ويا فاكسين التوانسه ما كانش قلكم الفاكسين ما يجيش قبل جوان
لان انا راتي لا شين دو برودكسيون راهو سامحوني تهضروا انتوما ريتو لي بينوري كي على فارماسي سنترال باهي لي بينوري اللي ثم فارماسي سنترال علاش على خاطر احنا اوني ديفونو موفي بي اي مانيش مخلص دونك وقت نعمل لك بون كوموند بون كوموند نتاعي طايشو على اليسار على خاطرني انت تي نا با دي غارونتي دو بايمون وكاو والتوانسه لازم تموت يا سيدي قبل ما نحكيه وقبل ما نتعاركوا على السياسه قبل ما نعملوا الحوار الوطني قبل كل شيء يجا ننقذوا هالشعب هذا يجا ننقذوا هالمواطنين هذوما سامحني خويا والله سامحوني يمكن بالحق متفاعل على خاطر على خاطر حاجه اللي تجبدني من من على غلط شاطرك في جزء وما شاطركش في جزء شاطرك في الجزء انه السيد رئيس الجمهوريه الحاضر الغائب لكن الراجل كان واضح وصريح معنا في اخر خطاب قال لكم انا راني نعيش في كوكب اخر هنا ما تعملوش علي هنا تجي مسؤوليه رئيس الحكومه انت اذا تنتقد لا سامحني ربي قلت لي الجمهوريه قال عايش في كوكب اخر ما لا يظل ثم برشا الاحواج زعما تصير سامحني عادي كيما الناس اللي تنادي بانتخابات تشريعيه سابقه لو انا في اعتقادي يلزمني نمشي زوج مسارات رئاسيه وتشريعيه هل أنه أداء رئيس الحكومة أفضل من أداء رئيس الجمهورية على مستوى العلاقات الدولية وحكاية التلاقيح وغيره وغيره كنا نحكوا بكري كيفاش رفض دعوة وقمة عالمية في باريس باش يتفرغ الحاجات التافهة نتاع رضي الحزب الفلاني وحط لي نتاعي ونحي لي نتاعي هذا معناه رجل دولة يفكر بالطريقة هذه كما كنت تحكي ونرجع لك كلامك ناس قاعدة تموت أرواح قاعدة هبدا كذبان وهو يلغي مشية اللي تنجم تحلوا شباك وعلاقات وربما وعود وتعهدات وحتى على مستوى الشخصي تي ما يعرفوا حد تي يطلع من العلاقات فاش قلت تكون عندك كلمه مسموعه تقول لا ما نمشيش هذا السلوك نتاع قيس سعيد هو بيدو سلوك هشام مشيش وربما مش من باب الصدفه انه اختاره لنا شبيه ليه انسان لا يخرج لا يتحدث لا يتكلم حتى كي يعطي حوار نحسو يتكلم مالجري لوي اليوم بلاد غير محكومه لا في القصر نتاع قرطاج ولا في القصر القصبه هذا كما يتلامش قصر قيس سعيد الله غالب يعيش في ملكوت شنو ما يتلامش شنو ما يتلامش سيدينا نتاكد شنو سيدينا نتاكد نعم ربع يدينا ربع يدينا اوكي سيد الرئيس غالب وصل غالبنا بحاجه قالك ما عندوش صلاحيات احنا تو عندنا رئيس حكومه خويا صغير ولد اداره ولد الدوله يعرف المسؤوليه مارس الدوله من الداخل هذا كله ما عملوش قيس سعيد مازال قيس سعيد قاعد يكتشف الدوله نزيدوا نصبوا عليها 4 سنين اخرين دونك انا نحمل مسؤوليه لهشام المشيشي اليوم كبصيفته الرجل الاول والأقوى في تونس ومع ذلك سلوكه لا يكاد يختلف على سلوك قيس سعيد. باهي أنا نحب نجاوبك على حويجة برك. تفضل. فهمت؟ أمس نرجع لك الكرة على خاطر أنا بالنسبة لي أنا الكرة والسياسة كيف كيف. شوف توا عبد السلام اليونسي خارج من نادي الإفريقي إن شاء الله. فهمت؟ إيش قال لك عبد السلام اليونسي يركريت لك 5-6 ملاعبية توكارات فهمت؟ وأونترينور على قد الباس فهمت؟ ويخرج يصح فيهم ويخرج. يلغم لك. يخلي لك يلغم لك. انا نتصور اللي المشيشي يظل عايش نفس الشيء صراحه شكون قيس بتاع عين المشيشي لغم تونس فهمت وين نعرف عليه طب وين نعرف عليه لا مش لا مش تعين لا 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 ما فهمتنيش مش تعين المشيشي لا لا هزيتك لا لا انت حبيت تهزني في كوار واحد اخر لا استنى لا ولدي انا هو بده رغمه يا لك انا راني ولد كوره فهمت ولد الكوره راه نفهموا اللعبه على مش انا بالنسبه لي انا الوزراء اللي حطوهم للمشيشي اللي هما مش بتاع المشيش فهمت اللي هو ما جابهمش سي تو تافي نورمال ميكرو ميكرو وزير داخليه كيفاش المشكله اسمعنا كذا وكذا وكذا كذا انا نسمع كيف كيفكم ربي لكش تصايب فهمت نتفرج نسمع نحل علاش مشيشي ما عملش كي سعد الدريدي قدم استقالته ومشي قال هذا حقوق هذه يجي يقول لك حاجه يجي يقول لك حاجه لسعد الدريدي ولد ستاتونيزيا اما المشيشي ولد تونس تو باش تخاوبوا لا ما خاولوش عملوا معانا ما خاولوش ما خاولوش ولد ستاتونيزيان ما يخلوش اسمعني عايش خويا يا ولدي ولد ستاتونيزيان نحبه انا لاسعد اما ولد ستاتونيزيان شنو باش نحكي ولدي ما نتحدى نقول لك حاجه انا تعرف شنو عقليتي عقليتي اللي ولاد الكلوب افريكان هما اللي يقعدوا انا كان غدوه عندي طريقه مش نسير بها الجمعيه اول حاجه نعملها هوب ننظف ونجيب الشباب ونصرح جمهور النادي الافريقي ونقول له يا
مش تحكين كيما تونس راهو ريت راهو على الكوره بار دوبليكاسيون كيما تونس يا سيموني سامحني خليني نكمل لك انت تحب تقص عليا بخاطر خلي وقت اللي عمل لك هكا جو دوبليك لا ميم شوز لتونس خويا ننظف ونحطوا الاولاد الصغار اللي يحبوا النادي الافريقي وبشويه بشويه باش يعملوا ان شاء الله يعملوا ان شاء الله يعملوا هشام انت جبت الكام تاع هشام كلوبيس راهو فهمت على هذاك نحبوا ننزلوا عليه يا سي لطفي نحبوا زاد هو يعاون النادي الافريقي انت جبت لا والله ما نعرف اسمع انت جبت الكارت تاع جمعيه ماكش جبت الكارت تاع جمعيه باش تقارنها بالحكومه باهي رئيس الجمهوريه عين شخص باش يكلفه بالحكومه رئيس جمعيه سيادتك جبت مدرب والمدرب هذاك انت فرضت عليه ملاعبيه هو فشل في اداره الجمعيه دونك خسر الماتش الاول الثاني الثالث المدرب هو المشيشي ورئيس الجمعيه هو رئيس الجمهوريه بالتالي اذا كان انت مدرب وقبل باش يفرض عليك رئيس الجمعيه ملاعبيه رغم انفك اذا انت ما تنجمش تكون مدرب لا ناجح لا عادي تكون كمدرب وبالتالي عليك مدرب ان تستقيل لا انت كنت رئيس جمعيه وفرضت على المدربين تاعك باش يلعبوا اللعبه نتاع شهرين مفاوضات براس سمك براس سمك براس سمك انا كنت اكثر واحد ما انطردش مدرب كيف نخسر ماتش واثنين وثلاثه ونكمل به نصبر عليه فرضت عليه ملاعبيه ونصبر عليه فرضت عليه ملاعبيه تحب نقول لك حاجه ما ثماش رئيس ما يفرش ملاعبيه على فهمت اذا انا كنا فيكم ما ثماش رئيس ما يفرش ملاعبيه على جمعيه كي يبدا يفهم في الكوره ها ما احنا عندنا رئيس ما يفهمش في السياسه وفرض ملاعبيه يا خويا يا خويا حتى لوطر الناس ما لقيتهاش لا صحيح لا خاطر انا بصراحه 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 انا حتى انا جو سوي ميدسان انا جو سوي ميدسان ايام ديونتولوجي راني ما نحبش نتكلم والله العظيم راني انا نحب التوانسه الكل تحب بعضها جي اورور دو حاجه اسمها لا ان ما بيناتنا والله العظيم ما نحب كان يا ناس حبوا الناس تونس كامله لازمنا نحبوا بعضنا يا ولدي رانا 12 مليون رانا قريه في الصين كان الله يرحمه سي عبد العزيز بن ذيه من هو التجمعات كان الله يرحمه سي عبد العزيز بن ذيه يقول احنا قريه في الصين سفري قريه بربي بربي نحبوا بعضنا بربي بعد نتعاركوا يا سيدي بعد ناخذ نتعاركوا على المناصب نضربوا بالبوني هات نمنعوا بعضنا هات ننقذوا بعضنا هات اليد في اليد هات اللحمه هات كل واحد اللي ما ينجمش يعاون يسكت بالكلمه يا ولدي يسكت اسكت راهو ساعه صعب الكلمه الطيبه تنجم تعاون عبد باهي انت مريض 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 يلا بزوان دو بسيكولوجي مش قايمو واحنا مرضى وتونس مريضه يا سيمونيه انت قلت شجاعه قلت انت ولد التجمع أيه؟ اما قرب لك عبير موسي ومحمد الغرياني تو شكون انت والله الزوز كيف كيف الزوز ولد التجمع عبير موسي ومحمد الغرياني اجا فسر لك حاجه أيه؟ شوف محمد الغرياني همش نحكيه بصراحه انا محمد الغرياني انا كنت عضو اللجنه المركزيه وعمد ها الاسئله هذوما تاع سمير الويفي لا ما يسالش ما يسالش والله تنجيب ما يسالش ولا والله تنجيب ما يسالش والله تنجيب والله تنجيب ما ثم حتى اي مشكل انا محمد الغرياني نعرفه شخصيا فهمت لاني نعرفه من زمان فهمت عبير موسي ما نعرفهش راه شنو ما تعرفيش كنت من عام مسعد ما نعرفش خلي يا بري ما نعرفش قبل والله ما نعرفها ها واش دوها هي قول لها تعرف من الطريقه هذه انت تدافع عليها شكون؟ لانهم اللي يتهموها ان هي كانت كوادر تجمع وتعمل هي وقتها مسكينه لا 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 كانت امينه عامه مساعده كان امينه عامه كان امينه عامه مساعده تعرف ايش نلوم عبير موسي؟ حاجه برك والله حاجه برك ميكرو موني ماذا بيا عبير موسي تحط تصويره بن علي مش تصويره بورقيبه لان عبير موسي صغيره برشا ما عاشتش مع بورقيبه فهمت؟ راهو التجمع ايش بيه هاني تحب نقول لك حاجه سي لطفي انا هاو نعطيكم جو فومي او ديفي توا الكل بعد يمكن جمعه ولا جمعتين ملي وقتها صارت مشاكل النادي الافريقي واخذ كان جاعيني راني لصقت فيه الكرسي اما قلت نعمل جلسه عامه انتخابيه وكل شيء لا خوف لا ثماش هذيك جمعيتي وقت عملت الجلسه عامه هذيك فهمني وكل شيء بعد بجمعه ثم صحافي اسمه العربي الوسلتي هاني نسميه فهمت كانت وقت ثم جريده الكترونيك انشدني على التجمع على انتمائي للتجمع بعد 15 يوم من الثوره العباد كانت خايفه قلت له اتشرف اللي كنت نخدم في التجمع وخدمت بلادي وخدمت جي في دو سوسيال اي دو سوسيال اي دو سوسيال اي جو كونتينيو ان فير فهمت انا بالنسبه لي انا خدمت بلادي كيما نجمت فهمت نهار انا نقول لك حاجه نهار تخلي واحد ما نحبش نسمي العبيد انا قاعد في مطعم قاعد على روحي في المطعم هو جا وقف لي في طاولتي قال لي انتم جماعه التجمع الكل هو محامي وقتها لم الخمسين محامي بعد يمكن انت تعرفوا كي نعمل لك هكا لم الخمسين محامي قال لي انتم جماعه التجمع الكل مش شكي بيكم مش دخلكم الحبس وقتها بعد ما خرجتك السوديزون الكوكايين وطرف الفلوس اللي محطوطه غاديكا فهمت هي فارينا فهمت
قال لي انا مش نشكي بكم الكل. علاش؟ قال لي انكم انتم فوزافي ترافايي بور لو كونت دان ناركو ترافيكون. درت له انا قلت له انت اسكو تو سافيك بن علي ايتي ناركو ترافيكون؟ قال لي وي. قلت له مش نشكي بيك انت بور نون اسيستونس ا بوبولاسيون ان دونجي. والسلام عليكم. معناها مش تبداو تعرفوا يا رسول الله تيزيونا بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي يا توانسه يا توانسه يا توانسه حبوا بعضكم يا توانسه رانا في خطر يا توانسه راهي بلادكم في خطر راهي تونس في خطر راهو المر قاعدين ناخذوا فيه راهو فك علينا من العارك يا نواب يا زملائي سايبوا عليكم الحكايه الفارغه يزيونا من العارك يزيونا من السياسه السياسويه لموا بعضنا نحترموا بعضنا راهو ما نجموا ننقذوا تونس الا اذا كان كنا يد في يد بعضنا والله العظيم تونس تبكي. مفروض تعطونا الاكزامبل مش نواب الشعب بزوز نايبات معناها عاملين ضرب جوع. سؤال اخير. يعملوا في ريجيم. اه بون هذا موقف. يقول لي انا كهو. انت ليه على خاطر وقت تقول لي انت سلسله كوا؟ انت سلسله كوا مش نمشي نعمل اضراب جوع ولا الشعب انا هاني جاوبتك سلسله كوا مش نعمل اضراب جوع الشعب ميت. انت يا خويا اجل نضربوا على الفاكسان اجل نضربوا على حوايج اخرى حيويه مالك في البلاد. انا قلتها قبيليك قلت نواب قلب تونس. نحب نفسر لك حاجه خويا العزيز وادخل انت على التدوينات. وقت اللي صارت لو بروميي كونفينمون فهمت النواب الكل الدور ما تلقاهمش اما تلقى نواب قلب تونس في الجهات وابدا ادخل على الباج نتاعي وتو ترى كيفاش نهز في الكيام في الكمين فهمت بجهدي الخاص ومن بقعه البقعه مش احنا يلزمنا نوفروا القفه للتونسي وبعد يقول لك حجم المقرونه انت هيك المقرونه ما قدرتش عليها مش مدها. موني البلطي معني بالترشح لرئاسه النادي الافريقي. موني البلطي ولد النادي الافريقي ينجم يخدم حتى قرد ماتريال في النادي الفريق. معني بالترشح معني مانيش مترشح انا هل شوف ليه مو انا ترشح سالتك مني خاطر انت مع المقاربه نتاع الجمعيه شدوها ولاد الكلوب وقلت انا كان نشد ننظف ونخلي ولاد الكلوب كان اليوم نشوفوا في عايش عايش العجروتي باش يترشح للكلوب باش ولاد الكلوب. جوتك جوتك جوز انا بالنسبه لي انا فهمت النادي الافريقي يلزم يشدها واحد من ولادها صحيح اللي يعرفها ما قلتلكش منير البلطي راهو منير البلطي مش راغب مش راغب اذا كان الواجب غدوه يلزني مش انا نقف في النادي معناها نشد النادي الافريقي لاني انا واقف مع النادي نعملها راهو ما ثم حتى اي مشكل انا كاميكازو يعرفوني ما نخافش ما نخافش ما نخافش ما نخافش فهمت انا عندي مبدا بالحق تاخذ من اكثر من ترافيهم جماعه الفيراج هذوكم يا اخي بالك انا صغير ما ضربتش بالحجر تضربت بالحجر ومشيت للاستاد وتدمرت على ذكر الحجر كلمة أخيرة لجمهور النادي الإفريقي في أنا جمهور النادي الإفريقي نقول له حاجة برك يا ولادنا راهو الجمعية والله العظيم قاعدين ماشيين نهزوا فيها دبة دبة بقدرة ربي كلنا مع بعضنا إلى بر الأمان أنا قاعدين نتكلموا أنا قاعدين نضاربوا أنتم من جهتكم احنا من جهتنا الكلنا آمة بطرق سلمية راهو البوليسي نجم يكون خوكم زاد اللي تضرب فهمت ويكون هو بيدو كلوبيست وتدمخ فهمت انا نعرف ساعه ساعه وقت يصير المظاهرات ويصير الواحد نعرف ان البوليسيه الكلوبيستيه يبداو اون بروميير لين ويبداو يغطي عليهم يقولوا هيا رميهم من غادي وخرجوا من غاديك معناها هذوما شيء حضرنا عليهم يا رسول الله فلهذا بجاه ربي بجاه ربي وردوا بالكم ما السياسيين اللي يحبوا يندسوا ويعمروكم ويحبوا يهجوا البلاد بيكم انتوما بالنادي الافريقي النادي الافريقي ما عاد يلزم تدخل لها حتى اي سياسي مش يلعب بها ويكور بها. شكرا لك منير بلتي النائب عن حزب قلب تونس والرئيس السابق نادي الرياضي الافريقي. شكرا لكل الفريق.